فانت وحدك، فيش حد ضد الزمالك. انكم عايزين تصدروا ان البلد ضد الزمالك، ده فشل. عايزين تصدروا ان الكل بيحارب الزمالك، ده فشل. عايزين تطلعوا ابطال من هلام في مواقف وهمية، ده ضد الزمالك. والنهاردة حضرتك انت عملت اجتماع، كل شوية تقول للناس في بيان، كل شوية تقول للناس في بيان، كل شوية تقول للناس في بيان، ولا طلعت بيانات ولا عملت اي حاجة. النائب احمد دياب رئيس رابطة الاندية الان اهو مع سيف زاهر معكم لحظة بلحظة، وانا معكم ماتش الاهلي والزمالك في معاده، حضر الزمالك او لم يحضر؟ وراح عامل مفاجأة، قال لك الماتش هيتلعب في معاده والزمالك هيحضر. يا ده يا دوجي، ايه ده يا جماعه؟ عاجل اهو، احمد دياب مع سيف زاهر على الهوا، مش عبد الناصر زيدان. في واحد يا جماعه عيل كده نص كم ملوش لازمه كاتب لك ايه؟ بقول لاحمد دياب اختار واحسن مستشارينك. احمد دياب مش ضد الزمالك، احمد دياب بيدافع عن كل مصالح الانديه بما فيها الزمالك. احمد دياب الراجل قال شوف ايه اللي عايزه الزمالك واحنا نعمله للكابتن حسين لبيب. اهو عاجل ضرب نار يا جماعه. اتلم يا بيبو يا تريكا، اتلم اتلم يلا. بيبو تريكا صاحبي بيقول لك اهلاوي حقنا، ويقول لك كل الدعم للكابتن حسين لبيب. انا ضد اي حد يتريق على نادي الزمالك يا بيبو، واعمل لك مداخله حاضر يا باشا. واحد بيقول لي انت فساي يا عبد الناصر، مش هرد عليك. انا فساي، انا زراب، يوم التلات جاي وعايز اشوف وش اللي جابوك يا باشا. عبد الناصر زيدان معلوماته تسبق. عارف انت مشكلتي في اللي زيك يا فساي؟ عارف مشكلتي ايه مع اللي زيك يا فساي انت يا زراب؟ انك انت كان تقدر تستوعب اللي انا بقوله او المعلومات اللي انا بقولها، عايز لسه ابوك يقابل امك ويعيد تهديدك من جديد. يعني انت قدامك عمر انت وامثالك عشان تقدر تجيب معلومه زي اللي بيتكلمها او يقولها عبد الناصر زيدان. يا ابني انا مع البلد دي، انا مع البلد دي، ماليش ولاء غير للبلد دي، للريس ده بحبه سرا وعلانيه، وبلدي فوق دماغي، والانسحاب قرع الكره المصريه لا اوافق عليها. انا مش متاجر. وهيلعب الماتش الاهلي هيلعبه، جه الزمالك ما جاش الزمالك انا مالي. اهو روح يا عم رد على رئيس رابطه الانديه احمد دياب رئيس رابطه الانديه مع سيف زاهر في خبر عاجل. دياب مع سيف زاهر الان ماتش الاهلي والزمالك في معاده والزمالك هيحضر. رد عليه الكابتن سيف زاهر بيقول له يعني ممكن يبقى في ماتش؟ قال له طبعا في ماتش. راح رد عليه الكابتن سيف زاهر قال له مره تانيه ماتش قمه الاهلي والزمالك؟ قال له الاهلي والزمالك. رد الكابتن سيف زاهر قال له ازاي؟ قال له ما ينفعش ماتش الاهلي والزمالك يبقى في انسحاب، لان العيون كلها عليك وهيبقى يوم حزين وكارثي واسود على الكره المصريه. هو ده اللي انا قلته اهو 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 ده اللي انا قلته اهو. تاني احمد دياب رئيس رابطه الانديه مش عبد الناصر زيدان اللي انت قاعد تشتمه ليك ثلاث ايام. سيف زاهر بيسأله في ماتش التلات؟ قال له ايوه والزمالك هيحضر. برضي انا ماليش دعوه الزمالك يحضر ما يحضرش، ماليش دعوه. الزمالك لا يدير متحدث رسمي مع 10 15 صفقه يفكر نفسه عنتر ابن شداد بيهم، مع كامل الاحترام ليه. الزمالك لا يدير غرزه ولا مختلط ولا كلام زي ده. الزمالك يدير رجال محترمه، وكلنا ثقة في مجلس الإدارة وبنحترمه مش ضده، حدش يحطنا في معركة مع حد.
احنا مش هنخوض معارك ولا خناقات مع حد. احنا مش خلاص المعارك والخناقات ولا تراقب. نحترم الجميع، نحترم الجميع. النهاردة هتعمل ايه مع الرؤاه حضرتك؟ ولا هتقدر تعمل حاجة، هينسحبوا. انت معاك فلوس تدي الرؤاه شروط جزائية؟ ولا معاك حتى تاكل؟ ان لم تتحمل مسؤوليات موقعك ما ينفعك تقعد فيه، ما ينفعك تقعد فيه. وانا بسأل اهو على الهوى مباشرة، لماذا لم يخرج بيان انسحاب رسمي مش رايحين المباراة يوم الجول الثلاث؟ اهو اتحدى الزمالك من امبارح قاعد يدي مواعيد البيان بعد ساعة بتاع الانسحاب الخاص بالمباراة والانسحاب من الدوري غير البيان الاولاني، قاعد بعد ساعة، بعد ربع ساعة، بعد الاجتماع، طب بعد الظهر، طب بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. ولا كل ما تكلم صحفي يقول لك قالوا لنا بعد ساعة، قالوا لنا بعد ساعتين، قالوا لنا مش عارف بعد ايه، قالوا لنا بعد ايه، قالوا لنا بعد ايه. ولا اي حاجة طلعت لغاية دلوقتي، ولا اي حاجة طلعت لغاية دلوقتي، ولا اي حاجة طلعت لغاية دلوقتي يا معلم. فيش اي بيانات طلعت. هل انت تقدر تأكد لي؟ تقول لي متمسك. متمسك ازاي؟ اتحدى واحد يأكد ان مين رايح ومين مش رايح. ومع ذلك انا بقول لك ماليش علاقة، يروح ما يروحش ماليش علاقة. اقولها لك بالانجليزي، ولكن بقول لك في قمة وغصب عن عين اي حد في قمة. الاهلي بقى يلعب نفسه، يلعب الاحتياطي، الجمهور يفرح مش عارف ايه. يا باشا انا عارف بقول ايه. انت قدامك 100 سنة عشان تستوعب عبد الناصر زيدان يا فندم. انا عامل حلقة الجمعة العالم العربي كله بينقل منها، حاجة رد على ذباب الكتروني وناس فاكرة. انا عايزك ترد على احمد دياب دلوقتي اللي بيقول لي سيف زاهر في قمة والزمالك هيلعب. مفاجأة بالنسبة لنا شخصيا. انت من امبارح قاعد تقول اطلع بيان الانسحاب، اطلع بيان الانسحاب، فينه؟ انا اقول لك ان هو اتعمل له روشتة انقاذ ورفضها عشان باصص على 10-15 هيكتب صفحة سوشيال. مش هيركبوا المجد، هيركبوا الصاروخ يطير من النادي. واحفظ كلامي كويس، لان لن يوافق احد على تدمير نادي الزمالك. اللي بيحصل ده تدمير لنادي الزمالك، لان قرار غير مدروس. وارجع واقول لك كل الاحترام للكابتن حسين لبيب، ويعمل اللي هو عايزه. اوعى تفكر العيال دي. على فكره عجبني مره مرتضى منصور بيقول لي في المرتين اللي اتحلت فيهم ما لقيتش بني ادم من بتوع السوشيال يقول لي ازيك. قلت له لما اصطلحنا، قلت له وانا رحت المحكمه، محكمه مين؟ انا رحت محاكم مصر كلها ونيابات مصر كلها وإعصام مصر كلها، ما لقيتش تافه ولا محترم يقول لي ازيك. ده ذباب الكتروني وهمي. هو انت تفكر لما بقول ذباب الكتروني انا بهين الناس؟ دي عيال وهميه. كان اللي بيستلف من امه سندوتش، اللي بيستلف 10 جنيه من جاره عشان يعمل باقه، اللي مستلف تمن حجر المحسن عشان يقعد عايز يدير البلد، ده كله عيال صيع اللي على السوشيال دي. يا بيتا في اوروبا مسمينه العالم التخيلي، الا ما نادر مش عايز اعمم، يقول لك العالم الافتراضي. يعني مثلا تلاقي واحد مخنث يتكلم عن الرجوله على الفيسبوك، واحد قلة يتكلم عن المنافله كده يعني، واحد ما بيصليش يقول لك للناس قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. والله العظيم واحد ما يعرفك ربنا من عقله طول النهار يدينا وعظ وارشاد. والله على كده على طول. واحد ما يعرفش تعرف من كوز الدره وتحس انه عالم زراق، ما هو زراق فعلا يعني.